مرحبا أصدقائي، اليوم أنا وأختي حابين نعرفكم عن نفسنا. أنا اسمي مريم شيبوب، عمري 7 سنين، من الشام، من سوريا، وبحب الرسم كتير، وبحلم بالمستقبل إنه أصير مهندسة، وبحب نزلكم فيديوهات على اليوتيوب. لا تنسونا من الاشتراكات واللايكات، وبحبكم كتير. هلا ماما بدنا نشوف شو جابت لنا الماما سبرايز. هنين يا ها ما اول شغله لاختي لونا. لولا فتحي عينيك، واو تعالي افتح لك اياها مشان تذوقيها. هديتي انا، واو الماما جايبت لي بيضة. يلا معنا اصدقائي مشان نفتحها ونشوف شو بداخلة. رح نشوف شو بداخلة. واو طلع في بداخلة كتير هديات. تعالي نشوف شو هي. هي صورة. هون بيجي معنا هذا الشي، وفي معنا مشط، وفي معنا سكاكر. يلا معنا نفتح السكاكر ونشوف شو طعمتها. طيبة يا خدي وحدة دقيقة.